السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كده سمع صوت؟ لو حد سمع صوت يدوس واحد. أنا سامع الصوت، أوكي. الله يكرمك، تمام. جزاكم الله كل خير على الحضور، ومعانا النهارده محاضرة قوية من أستاذنا باشمهندس وليد عليوة. أنا اتشرفت بالتعلم والعمل معه. باشمهندس وليد عليوة طبعا غني عن التعريف، هو مهندس معماري خبرة 30 عام في مجال الهندسة المعمارية الرقمية وتطبيقات الأنظمة والأوتوميشن للكونستراكشن دوكيومنتس، ومن رواد العمل في مجال البيم، واشتغل في شركات كتيرة جدا في دول مجلس التعاون الخليج، وهو مؤسس البيم رود والسي او، ودي شركة كبيرة في دبي الإمارات العربية والقاهرة، واشتغل في كمدير البيم في دار ونجا أرتكت بيم مانجر وسعوديه ديار. انا اشتغلت معاه في السعوديه ديار اللي كان هو البيم مانجر، وزهير فايز كان البيم ابلكيشن سينيور بيم ابلكيشن، وفي دايمنشن انجينير في دبي كان الهيد اوف تكنولوجي ديبارتمنت، وزهير فايز بارتنر كان كاد مانجر في مصر، و الاتش ال انترناشونال في الرياض. فما شاء الله خبره قويه جدا ومحاضرة ممتعة وإن شاء الله مليئة بالمعلومات، وجزاكم الله كل خير. مساء الخير على الجميع، وإزيك يا عمر؟ أنا متشكر جدا على التقديم اللي أنت شرفتني بيها دي. أتمنى إن الناس تكون سامعاني. أنا أظن إن الناس تكون سامعاني. طيب، يا رب كل الناس تكون بعد المشاكل بتاعت الكورونا دي تكون بخير. حسب التقديم اللطيفة اللي قالها عمر دي، أنا فعلا الحمد لله رب العالمين، أنا مهندس معماري، واشتغلت في أكتر من مكان في الخليج وفي مصر، و كان مينلي كنت ببقى مركز على حتة الديجيتال اركتكتشر والديجيتال ديزاين. النهاردة عايز اتكلم معاكم في الحتة بتاعت البيم، بس من حتة التطبيق. ده موضوع المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وخلوني ان انا في سلايد كده فيها بريف عني، ومتهيألي مفيش تقديمة أفضل من اللي عمر قدمها لي. مينلي من يوم ما من قبل ما اتخرج، كمان أنا خريج عين شمس 92، كان التارجت بتاعنا حتة إزاي تحول الديزاين بروسيس لتعامل مع ماس برودكشن بروجكتس أو مع مشاريع ضخمة وتطلع الكواليتي بتاعتها عالية جدا. في كل مكان من اللي قدامكم دول انا اشتغلت فيه كنت على نفس الخط ده، باختلاف التول اللي احنا بنستخدمها، من اول اوتوكاد وتطوير اوتوكاد، واول ما الاوتوكاد دخل فيه الفي بي وبدا يبقى تطلع بروجرامبل دي دبليو جي، لغايه لما بدات تظهر اللي بيسموها هم كانوا بيسموها ساعتها Object Oriented Application، بس هي ما كانتش Object Oriented قوي، ولغاية ما اتطور الموضوع في الآخر للريفت كأحد برامج أحد البرامج اللي احنا بنستخدمها في الموديلينج. حصلت على الشهادات اللي قدامكم دي كتول وكابين مانجمنت وكا انفورميشن مانجمنت، وبرضه بتدور في نفس الفلك في اللي احنا بنتكلم عليه. بس انا من فتره من حوالي 12 سنه بدات ان انا اتولدت فكره بيم رود كفكره الاول، وبدات تتحول من 3-4 سنين لشركه مقرها هنا في دبي. أنا بس هعمل حاجة. طيب،
شركه مقرها هنا في دبي. التارجت الرئيسي بتاعنا والهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا ازاي نعمل بيم بشكل تطبيقي، يعني زي ما السوق عايز وزي ما الكلاينتس والستيك هولدرز عايزين وزي ما الـ ما الـ ما, الـ ما المشروع عايز. احنا التارجت بتاعنا مشروع، مش بنتكلم في طول ان انا استخدم ريفت او استخدم اركيكاد او استخدم اي تول تاني من اللي موجود، ده حاجه، وان انا اتارجت مشروع بعينه حاجه تانية. حتى في الستاندردز ازاي ان انا اطور الستاندردز ان هي تكون تخدم المشروع نفسه وتخدم الهدف اللي احنا عايزين نروح. كنت من 2013 تقريبا كنت ببقى سبيكر في بيج فايف. الفكره ابتدت ان احنا عشان نوصل للهدف بتاعنا اللي هو البيم بشكل تطبيقي وبشكل حسب ما السوق عايز، فكان لازم نعمل توعية للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. وبالفعل الفكرة دي بدأت تظهر سنة 12 تقريبا 2012. كنت بعمل سيمينار في Autodesk University Day قبل ما يبقى مقرهم هنا في دبي. كنت بعمل بيم داي، كان اسمه بيم داي، كان الكلام ده في جدة تقريبا سنة 2012. فكان الفترة دي كانت أوتوديسك بتبوش قوي وبتضغط قوي على حتة عشان لناحية تسويقية ان هي تقول ان بيم هو ريفت. فانا كنت عندي اعتراض شديد قوي على الحتة دي ووصلت لهم الفكرة دي ان بيم مش هو ريفت. لما بدأت حملة التوعية دي من السعودية لهنا في الإمارات، فكنت بكون سبيكر في بيج فايف من 2013-14 تقريبا في دبي وفي الكويت وفي أوتوديسك يونيفرسيتي. أول إديشن له كنت سبيكر فيه هنا الأول والتاني كمان، و لولا كورونا كنت المفروض كنا احنا رايحين كازابلانكا وكنا رايحين نيروبي وكنا رايحين في اكتر مكان. الفكره كلها ان انا كان تعبني قوي حته ان انا اربط الميثودولوجي بتاع البيم بسوفت وير معين لناحيه السوقيه، فبدات ان انا اوعي السوق الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الكلام في بيم كتير قوي والناس ليها وجهات نظر كتير قوي، بس احنا نتكلم في الناحيه التطبيقيه النهارده. طبعا اهم حاجه عشان ان انا اشوف المشروع بشكل عام واحدد ميثودولوجي معينه هطبقها فيه، لازم ان انا اتك على حته ان فين النقط اللي بيحصل فيها جابس في المشروع، فين تضييع الوقت وفين تضييع الفلوس. طبعا المشاريع، انا السلايد دي بتكلم على ال 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 الجزء بتاع الديزاين في المشروع. فطبعا المشاريع بالنسبه لنا لازم نحدد، لما اشوفها بشكل بيم لازم اشوفها من ناحيه الكلاينت هيطلب ايه وهعمل اكسكيوشن للكلام ده ازاي قبل ما المشروع يبتدي. وبعدين اخش بقى في الحته بتاعه الديزاين بروسيس في الستيجز بتاعته، وبعد كده اديفلوب الديزاين ده، وبعد كده انزل المشروع في الموقع ويشتغل، اخلص از بيلت اوبريشن. اظن كلكم عارفين القصه دي. فهنا الجزئيه اللي عندي دي في جزئيه مهمه جدا من اللي بيضيع فيها، او مثال للحته اللي بيضيع فيها الوقت في المشروع اللي هي حته الديزاين من الكونسبت لغايه الكونستراكشن دوكيومنتيشن. مشكله السوق او مشكله الناس اللي بتشتغل او مشكله زي خلينا نقول الاولد سكول اللي هم اللي قبل البيم، ان هو كل واحد بيبقى فاكر ان الستيج بتاعته دي سواء كديسيبلين او سواء كفيز من الفيز بتاعت المشروع بيعتبر ان دي كل المشروع، which is totally wrong. ف الكيرف الاسود اللي باين قدامكم ده هو اللي بيبين ان الهدر بيروح فين. الهدر بيروح من لما انقل المشروع من فيز لفيز. فبص الاقي نفسي لاني مش من اول يوم قلت هشتغل كمثال بسوفت وير ايه او هشتغل بستاندردز ايه او هعمل داتا اكستشينج ازاي. فبتوصل احيانا ان انا من بتنقل من المشروع من فيز لفيز برمي كل اللي عملته وابتدي من الاول. طبعا ده هدر فظيع.
وفي ناس كتير قوي ما بتصدقش كلمه ان ان البيم بروسيس بيخلي ان المشروع ممكن ان هو يوفر 40% من الوقت بتاعه وبالتبعيه التكلفه بتاعته. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هدر، او الطريقه القديمه بتخلي هدر في الايه في الفلوس وفي الوقت. وبالتالي في الحته بتاعت الديزاين زي ما احنا شايفين في السلايد دي، في تقول ما انا من الاول عامل محدد التارجت بتاعي ان هو هنفترض هنا ان انا كونستراكشن دوكيومنتس اللي هي ال او دي 300 350، ف انا ببني على موديل واحد وبعمل شغال على تارجت واحد، فالهدر بايه بيقل في المشروع. في عندنا مشكله في البيم لغايه النهارده، ودي يمكن لان احنا دي اللي خلتنا في بيم رود نبتدي نوجد مساحه للبيم كونسلتنت اللي هو الخط الافقي الواصل ما بين الكلاينت والكونسلتنت والكونتراكتور والاوبريتور، الا وهي ان انا اذا كنت هنا في مرحله الديزاين هقدر ان انا اوصل للكيرف الازرق وان انا اقلل الداتا لوست، فعندي مشكله حقيقيه وما زالت موجوده اللي هي ان انا لما بنقل من كونسلتنت لكونتراكتور، ما عدا طبعا في مشاريع المشاريع الديزاين اند بيلد، بضطر ان انا ولينا بس بنشوفها كتير قوي، بيضطر يكون الكونسلتنت ان هو الموديل اللي عمله ما يدوش للكونتراكتور، او يطلع منه دروينجز ويفضل الكونتراكتور ياخد الدروينجز يعملها موديل تاني. وساعات بتحصل كمان وفوجئتنا انها بتحصل مع الاوبريتور كمان، يعني انا عندي اسبلت عايز اشتغل منه والاسبلت ده طالع من موديل. طب ما انت لو عندك موديل هتعمل له ديفلوبمنت وهتخليه ريدي للاف ام، فدي ما زالت المشكله دي مش محلوله، وما زال الحل بتاعها اللي احنا بنوجده في بيم رود ان انت يكون عندك بيم كونسلتنت هو اللي رابط الناس دي كلها ببعضها، بس قانونا وكونتراكتشولي ما زالت برضه الحته دي مبهمه. اللهم الا في بعض مشاريع في المشاريع بتاعت الديزاين اند بيلت، لان الديزاين اند بيلت بيبقى التسميه بتيجي او اللي بتعمد في الاول بيكون الكونتراكتور، فهو اللي بيبتدي يليد الكونسلتنت للستاندرز او الميثودولوجي معينه زي ما هو عايز. طبعا كلكم عارفين ان الموديل از موديل، لان هو بيبقى اللي بنسميه السنترال بوينت اوف تروث، او الحقيقه المطلقه يعني، او الحقيقه المركزيه بالنسبه للمشروع. فطبعا التارجت بتاعك بيبقى الموديل، والتارجت بتحط انت كل حاجه. هنا برضو في تريكه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي بتشتغل موديلنج، ودي شفتها في ناس كتير، هو التارجت مش ان انا اعمل موديل، يعني التارجت بالنسبه لي مش موديل وخلاص، التارجت بتاعي ان انا هطلع منه ايه. يعني الو سامعني كده؟ انا بتكلم وما اعرفش الناس سامعاني ولا لا. طيب اوكي شكرا فاطمه. اوكي طيب التارجت بتاعي ان انا، ودي يمكن التحدي الكبير قوي اللي بيواجه كل الموديلرز او كل اللي بيشتغلوا في البيم انفايرمنت، اللي هي بتقلب موازين التعامل مع المعلومه. احنا قلنا قبل كده في الاولد سكول ان انا بخلص الحته بتاعتي وشكرا، واللي بعديه يبقى يشوف بقى هو هيعمل ايه. بتبان كتير قوي في الام اي بي، بتبان كتير قوي في الـ في الـ في ان انا ابيع المشروع في الاول كمنظور لطيف وانا مش دارس فيه اي حاجه. ف تمام طول ما انا بفكر في حته ان انا بتارجت اخر حاجه في المشروع، بتارجت المشروع نفسه بعد ما تعمل له اوبريشن وات ايفر حسب ما الكلاينت عايز مني او الكاستمر بتاعي عايز مني ايه،
فعلى هذا الاساس ببني الموديل بتاعي. ده معناه ان انا بشتغل من الاخر للاول، يعني انا بشوف التارجت ايه واروح له. دي نقطه مبهمه عند ناس كتير، ودي بتبان كويس قوي في المودلز. في مودلز كتيره بتكون جايه لنا من كونسلتنت، واحنا نعمل عليها ديفلوبمنت او نعمل عليها شوت دروينج او حاجه زي كده، وبص الاقي ان الموديل مليء بكميه فيلد ريجنز ومليء بكميه تكست مش بارامتريك تماما. فهو الراجل ده بيشتغل ريفت باوتوكاد بيز، يعني هو دي نقطه خطيره، ودي بقى تبتدي تهدر وقت. يعني الحته دي تبتدي تهدر وقت وتخليني ما اقدرش اوصل ل 40% توفير. فهنا انا عايز اقول ان الموديل بتاعي حسب ما انا عايز اروح فين، حسب ما بياخد شخصيته، وحسب ما الانفورميشن استراتيجي بتاعته بتتعمل. في نقطه ثانيه مهمه جدا، ان انا لما بيجي لي مشروع او بشتغل في مشروع، بعد ما اتكلمنا في الكلام ده وبعد ما قلنا طبعا ما اعتقدش ان كل الناس بتتعامل مع المشروع بستاندرد وايز. يعني الستاندرد يا جماعه في نقطه مهمه جدا، ودي كنت بختلف فيها مع ناس كتير ايام ما كان الاوتوكاد هو اللي موجود. كان بيعتبر ان الناشونال كاد ستاندرد هو ده قرانه، وهو ده الناشونال كاد ستاندرد قال كذا، الناشونال كاد ستاندرد قال كده. الستاندردز عموما بتبقى عباره عن جايد لاينز بس، بتفهمك الستاندرد بتاعك هتعمله ازاي. ولو انت في الاي اي ار في المشروع متحدد ان انت هتستخدم ستاندرد بشكل معين، او في الاكسكيوشن بلان متحدد ان انت هتستخدم نيمينج كونفنشن معين، او ما تستخدم موديل هيراركي انفورميشن هيراركي معين، ده الكلام ده ستاندرد قاله، بس انت بتضيف على الستاندرد. يعني في نقطه لما نوصل للسلايد بتاعه الموديل هيراركي والكونستراكشن انفورميشن بتاعه المشروع، الستاندرد ما بيقولش الكلام ده، بس انت من تطبيقك ومن فهمك بالتول نفسها، الكلام ده بينفع في الريفت ما ينفعش في حاجه ثانيه مثلا، بتقدر ان انت تبني الستاندرد بتاعك وتحافظ على الموديل بتاعك على طول هو السنترال بوينت اوف تروث. يعني في كيسز كتيره مرينا بيها بتاعه، وانت شغال تبص تلاقي الكونتراكتور مثلا يقول لك طب طلع لي دي دبليو جي عشان اشتغل عليه حاجه كده، معناها هو بيهد لك اللي انت بتعمله. وانت برضو كراجل بتشتغل بم لازم تكون عندك نوع من انواع انت هتارجت في الاخر الكلاينت بتاعك هتوفر له 40% من المشروع. دي مش قليله، دي لازم ان انت تكون، مش عايز استخدم كلمه ديكتاتور، بس لازم تكون ناشف على الكلاينت بتاعك، لان هو مش فاهم. يعني الفرق ما بين الدكتور والمهندس، الدكتور اسعد بكتير جدا، لان الدكتور بيجي له المريض حياته على المحك وبيقول له الحقني، فالدكتور بيقول له خد اكس من الادويه، فبيسمع كلامه بلايندلي. انما المهندس يعني مش محظوظ الحظ ده، لان انت بيجي لك كلاينت وبيفتي في شغلك، فانت لازم يكون عندك الخط القوي ان انت تقدر تدافع عن شغلك، لان انت في الاخر هتكون اكتر واحد هيلومك الكلاينت بتاعك، هويفر هيلومك الكلاينت بتاعك لما تبتدي تغلط او ما تحققلوش ال 40% دول، ودول صعبه كمان تحققهم. احنا الحمد لله رب العالمين في بيم رود قدرنا ان احنا نحقق ال 40% دي واكتر في بعض المشاريع باستخدام الافكار اللي انا بقول لكم عليها او هنتكلم فيها في البرزنتيشن ده. فانت على طول تحاول تخلي الموديل بتاعك هو البارامتريك، دي نمره واحد. هيلثي دي هنتكلم فيها كمان شويه. ما تقعدش تهري في الشغل، او ان تقعد لو انت وصلت لحاجه فيها سوليوشن ان انت هلف على المشروع عشان ابص على حاجه، دي معناها كده ان انت فشلت في تطبيق البيم بشكل براكتيكال. انت النهارده جالك تشينج على دور تايب، غيرت الدور تايب ده، غيره واطبع، لان انت خلاص كل التاجز اتغيرت، كل السكيلو اتغير. انما الف دي معناها ان انت بترجع للكومفورت زون بتاع الاوتوكاد، ومعناها ان انت هتضيع وقت.
طبعا الدياجرام ده مشهور جدا بتاع توفير بتاع اللي عاملينه الجماعه بتوع اتش او كي بتاع العلاقه ما بين التشينجز والقدره على التشينجز وتوفير الوقت ده، ما بي ده مستحيل يتطبق لو الناس ما خرجتش من الكومفورت زون بتاع الاوتوكاد، ده مستحيل يتطبق لو الناس ما بصيتش المشروع من الاخر للاول. تحدي كبير انا عارف، بس نو واي. احنا بنقول للناس وبنقول في السيمينارز، بصوا يا جماعه ان انا ممكن اعمل واسوي وارجع القدره على البام، يخليني ارجع اخد الديسيشنز بدري، بس ده في حاله اذا ان انت خليت كل التيم بتاع المشروع يتكلم ويعيش بنفس الايه البام انفايرمنت. كتير من الناس بتختلف في البيم ده ايه. البيم ده ما احنا قلنا قبل كده بيم ميثودولوجي اند بروسيس براكتيكال بروسيس. علم الهندسه عموما خرج بره المنطقه دي بقاله سنين، لان هو بقى كل واحد بيبص تحت رجليه بس، كل ما فيش انتر اوبرابيلتي ما بين التيم اللي شغال، ما فيش رؤيه شامله للمشروع. وسبب مقاومه ناس كتير دلوقتي لتطبيق منتالي كده لتطبيق بام، ويقول لك الموضوع ده غالي قوي، الموضوع ده صعب جدا، انا ما عرفتش اعمل ايه، لان هو مش قادر يخرج من الكومفورت زون بتاعه بتاع الاوتوكاد. الاوتوكاد كان بالنسبه له بفتح البلان اغير اللي انا عايزه واروح، وانا مش عامل كورنيشن مع اي حاجه ثانيه، انما ان انا اغير في بلان عشان ابقى شايف الواجهه شكلها عامل ازاي وسكشن وسكادول ووك ثرو وفي ار والدنيا دي صعبه. فهو اتس ا بروسيس بيبتدي من الاخر للاول. It's a process بيحافظ على ال central point of truth بتاع المشروع virtually في المنطقة الرخيصة. احنا منطقة القعدة في المكاتب، وان احنا نعمل model واحنا قاعدين في التكييف ارخص بكتير من لما ننزل الموقع. فكل الخبرات دي لازم تكون موجودة في دماغ الناس اللي بتشتغل وبتطبق او بتعيش دنيا البيم يعني. طبعا الدياجرام ده معروف عند ناس كتير قوي. انا عايز بس اقول في كلمه، حته ان انت يجي لك كلاينت في الاول مش فاهم يعني ايه اي ار، او مش فاهم يعني ايه اكسكيوشن بلان، دور مهم جدا من ادوار البيم كونسلتنت. لان انا دلوقتي يمكن في اخر محاضره كنت بعملها في بيك فايف قبل الكورونا، كنت بقول لهم خلاص يا جماعه متشكرين جدا، انتوا بقالكم 10 سنين بتحاولوا، كل الكونسلتنتس بيحاولوا، كل الكونتراكتورز بيحاولوا، وكل واحد ماشي في سكه غير التاني، فهو خلاص شكرا. انت زي ما انت النهارده عندك لايتنج كونسلتنت وعندك سبيشال كونسلتنتس في المشاريع، فلازم يكون عند يعني آن الاوان ان يكون في مساحه للبيم كونسلتنت. ده الخط الرئيسي الافقي اللي هيربط ما بين الكلاينت والكونسلتنت، البيلد كونسلتنت او البيلد كونسلتنتس والكونتراكتور او الكونتراكتورز والاوبريتور في الاخر، ويبني لك الحاجه مظبوط. فطبعا انت النهارده كبيم كونسلتنت، طالما ان انت الكلاينت ما يعرفش ان هي اي ار، انت عندك التمبلتس بتاعته وتقدر تفهمها له وتقدر توعيه في الحته دي. لو بقيت الستاك هولدرز ما يعرفوش يعني ايه يعملوا بيم اكسكيوشن بلان، بتعرفه وبتتعامل مع البيم مانجرز عند كل ستاك هولدر تفهم القصه ماشيه ازاي، لان في الحاله دي ما بيبقاش في بيم مانجر، هو اللي رابط ما بين كل المشروع بينه وبين البيم مانجرز وبعضهم. فالبيم كونسلت الحمد لله رب العالمين في البيم رود قدرنا ان احنا ننجح في الحته دي في مشاريع عندنا في ابو ظبي، واعتمدنا بالفعل البيم كونسلتنت في مسانده في ابو ظبي، ومعروفين بالاسم في دبي مرسناليتي بلديه دبي، ووجدنا مساحة للحتة دي الحمد لله رب العالمين. و يعني هحاول، ما اعرفش ما اقدرش اقول ان الموضوع ده منتشر ولا لا، بس ادعي ان احنا اول بيم كونسلتنت ينزل اسمه على الساين بورد في المشروع ده، كان مشروع في مستشفى ابو ظبي از بيم كونسلتنت بيم سب كونسلتنت، ونزل اللوجو بتاعنا على الساين بورد، وكنا متعمدين من الكونتراكتور بدفع من الكونسلتنت المين كونسلتنت ان هو عايز
المشروع، بس احنا كلاينت بتاعنا كان كونتراكتور في الحته دي. فقدرنا نوجد لنفسنا المساحه دي، وقدرنا نوجد المنطقه بتاعت البيم كونسلتنت. البيم كونسلتنت زي ما كنت بقول في السلايد دي، هو اللي بيليد البيم بروسس في المشروع كله ماشي ازاي. اللي مش عارف يعرفه، اللي عايز يتعلم بيعلمه، وبيليد وبيليد كل البيم مانجرز، لان البيم مانجرز بيبقوا من مدارس مختلفه، ونتيجه من السوق بقاله فتره مش القصه مش باينه بوضوح. فبتبص تلاقي ان البيم مانجرز مش شرط يكون كلهم عندهم رؤيه بيم ورؤيه ديزاين ورؤيه يعني ايه مشروع زي القصه دي. انا اكاد ان انا اقول ان الخبرات بتاعه البيم كونسلتنت هي عباره عن خبرات تراكميه من حاجات كتير جدا. حد عارف يعني ايه مشروع، حد عارف يعني ايه بروجكت مانجمنت، مش شرط يكون بروجكت مانجر بس يبقى فاهم يعني ايه بروجكت مانجمنت، يعني ايه عقد، يعني ايه ستاندردز، يعني ايه اي تي في بعض الحالات. لما بنشتغل على مشاريع 360 انت لازم تبقى عارف الاكسس عامل ازاي، ومين هيمانج مين، ومين ويعني ايه دوكيمنت مانجمنت، ولما بحط حاجه هتروح ازاي، واشتغل لايف ولا اشتغل ابلود وداونلود بس. كل الخبرات دي بتبقى خبرات تراكميه عشان تبقى بيم كونسلتنت. البيم كونسلتنت ما عندوش اي كونفليكت مع اي حد خالص، لان هو بيشتغل ممكن يعني في بعض الاحيان بيشتغل مع كومبيتيتورز، في بعض الاحيان كومبيتيتورز بيرشحونا لبعض، لان ما فيش اي كونفليكت اوف انترست ما بين البروجكت ستاك هولدرز يعني. فدي السلايد دي احنا بنطلع منها البراكتيكاليتي بتاعتها، الحته بتاعت الاجتماعات والرولز اند ريسبونسابيلتيز، ومين هيعمل ايه امتى. كل الكلام ده احنا اللي بنقدر نديد فيه، وبنقدر نحط خط عريض يربط الناس دي كلها ببعضها. الكومن داتا انفايرمنت، الكومن داتا انفايرمنت يا جماعه هي مجرد حته تطبيقيه لي يعني ايه بروجكت تري، بس بشكل تطبيقي، بشكل ماتشنج مع البروسيس بتاع المشروع. وبالتالي الكومن داتا انفايرمنت هعملها ازاي؟ هعملها ان هاوس ولا هعملها يعني على نفس السيرفر ولا على سيرفرز مختلفه، ولا هعملها 360، ولا هعملها عندي بعض الناس في اماكن مختلفه اكتر من سب كونسلتنت. دي نقطه مهمه. الكومن داتا انفايرمنت اللي بيحط اللي بيحط الميثودولوجي بتاعتها، سواء البيم كونسلتنت او لو بيدي القصه دي للبيم مانجرز، كل واحد هياخد الحته بتاعته هيبتدي يتعامل فيها ازاي، على اساس ان هو يامن المشروع بتاعه، واساس ان هو يامن الريسك، ديزاين ريسك بتاعت يقلل الديزاين ريسك بتاعت المشروع. لان فايل ريفن زي ما كنا عارفين، انا اوتو ديسك اورينتد، وفايل ريفن زي ما احنا عارفين فايل حساس شويه. هنا نبتدي نتكلم عن الحته بتاعت الفايل الموديل تو بي هيلثي. يعني طبعا في امور كتير جدا طول ما الناس شغاله لازم يكون في عندهم تشيك ليست، يتشكوا المشروع الفايل ما كبرش، الاكسكيوشن بلان بتاع المشروع لازم يكون معمول فيه داتا ستراكشر ريزنبل، ان الفايل ما يكبرش قوي، ومحتاجش ان انا جهاز ضخم جدا، لان مهما كبر الجهاز والداتا ستراكشر مش مظبوطه ولا هيفرق معاك حاجه ولا هيضيف لك اي حاجه. الفايلز لو انا بكمل شغل على الكاد، الفايلز اعمل لها امبورت ولا لينكينج، دي نقطه. الامبورت ده يعني انا بعتبره كفر بين، يعني ان انا اعمل امبورت للكاد جوه الفايل الريفت، لان طبيعه لازم نكون برضو عارفين، ودي برضو من الخبرات اللي بتكون موجوده عند البيم كونسلتنت، وطبيعه الحال لازم تكون موجوده عند البيم مانجر. لازم اكون عارف الداتا ستراكشر بتاع الفايل الريفت كفايل عامله ازاي، والداتا ستراكشر بتاع فايل الاوتوكاد عامل ازاي. الاوتوكاد ده element application مش object oriented application زي الريفت. الابلكيشن بتبص على الفايل بطريقه
غير اللي بيبص عليها الاوتوكاد. فلما بخلط الاثنين ببعض بتبتدي تظهر لي مقاسي مقاسي، والفايل ممكن يضرب بمنتهى السهوله. لما بتابع بقى الكومن داتا انفايرمنت بتاعتي بقدر ان انا زي ما احنا عارفين بقدر اشير الداتا رايح جاي، بقدر ان انا اركايف الموديل في مراحل معينه من المشروع، بلس ان انا لما اكون شغال على سنترال فايل في نفس المكان يعني على نفس السيرفر، فانا بيكون عندي باك اب على كل جهاز از لوكال فايل بلس الباك اب اللي بيعملوا لي الاي تي، فهي تامين للموضوع، وبقدر ارجع بسرعه لل الموديل بتاعي عند اي ستيج من الستيجز بتاعت المشروع. الكونسبت وانا شغال في المشروع ان الداتا فلو بيمشي وان واي، يعني انا شغال على مشروع على موديل او مودلز، يعني عمري ما اشتغلت على موديل واحد، حتى في السنجل ديسيبلين بكون مقسم الى اقصى درجه ممكنه، بتبقى مجهده شويه بس بتخلي الموديل هيلثي اكتر. طلعت منه بعد كده بي دي اف، ما عنديش مشكله خالص بالبي دي اف، المشكله كلها بتبقى في الاوتوكاد. انما طلع من الموديل انت بيجي لك الكلاينت عشان يشدك للكومفورت زون بتاعه الكلاينت، والله الكلاينت او ساعات والله بعض الستاك هولدرز التانيين اللي بيشتغلوا معاه، تبص تلاقي مثلا بتاع الام بي اللي هو ويتشز انه اخطر واحد في تحس ان الموديلنج ده معمول عشان بتاع الام بي، تبص تلاقيه يقول لك طب اديني الحاجه اوتوكاد وانا هبقى اكمل عليها وابعتها لك. طبعا هو كده سحبك للكومفورت زون بتاعته وبدا يورطك، يعني في الاخر انت اللي بدات تورط كحد مسؤول عن الموديل هويفر يكون مسؤول عن الموديل، يعني مانجر او وات، انت لازم تقول يعني بيج نو ان انا لا، انا النهارده لما اديك اوتوكاد لو هتاخده تطبقه خد بي دي اف، انما هي الستيج 1 بتبقى اديني اوتوكاد، ستيج 2 البين اساينمنت مش مظبوط، ستيج 3 طب عدل لي البين اساينمنت، طبعا انت عمال تروح في حته عمال تحرق منها وتحرق فيها وقت، انت اللي بتتورط. وبعد كده هيقوم عامل لك مقلب حياتك ان هو هيقوم معدل اوتوكاد ومسلم زي ما مسلم، وتبقى انت الموديل بتاعك هو اللي ايه يعني سوري في الكلمه متخلف عن المشروع ماشي ازاي. فلازم ان الشخص المسؤول عن ده يكون عنده القدره ان هو يقول بيج نو لا ده بره البروسيس بتاعي وبره القصه ماشيه ازاي. طبعا اللي بيشتغلوا موديلنج ولازم يكونوا عارفين كويس قوي التول، انا هنا بتكلم عن ريفت، التول نفسها بتبقى عامله ازاي، يعني اولها ايه واخرها ايه، ايه الهوستس بتاعتي، ايه الكومبوننتس بتاعتي، الفيوز بتعامل معاها ازاي، اللينكينج هعمل لينكينج ازاي، الديتمز اخلي الديتمز اللي هي الليفلز اند جريدز تفرض على الناس ازاي. طبعا في ناس اكيد من الناس اللي شغاله او بيسمعونا دلوقتي اكسبرتس في اللي انا بقوله، بس لازم كل اللي شغالين يكون عندهم الحته دي عشان ما يبتديش يخلق لك حل بيبعدك بعيد عن الخط بتاعك ماشي ازاي. الانوتيشنز كلها لازم تكون على قد ما تقدر حسب طبعا طبيعه الانوتيشن، لازم تكون ليبلد او لازم كلها تكون بارامتريك عشان ما اضيعش وقت في ان انا الاقي الحل عندي ان انا لف على المشروع، لف على المشروع دي كارثه. الديتيلنج اقدر اعمل ديتيلنج عادي، في ناس كتير قوي تقول لك الريفت ما بيقدرش يعمل ديتيلنج، لا ازاي بيعمل ديتيلنج وازاي انا وشطارتي بقى ازاي اربط الديتيل بال 3 دي بال 2 دي من غير ما استخدم طبعا فيلد ريجن والحاجات اللي هي نون بارامتريك، ازاي العب اللعبه دي، ازاي اخلي كل الكروس ريفرنسنج بتاعي مظبوط، كل ده بيوفر وقت، كل ده افكار توفير وقت. ال او دي ماتريكس دي مهمه جدا، ان انا النهارده وانا بدي كلاينت بتاعي، الكلاينت بتاعي قال لي انا عايز كذا على عيني وراسي بس انا هسلمه لك بالطريقه دي، ال او دي ماتريكس بالنسبه لي هتبقى عامله كده، الليفل اوف ديتيل بالنسبه لي هيبقى عامل كده، فده بيبقى اجريمنت بينك وبين الكلاينت بتاعك ازاي ان انت الحكم بتاع لا طب بس انت ما اديتنيش تفاصيل كفايه، الفلاشنج فوق السطح مش عامله لي في ال 3 دي، لازم بيكون الكلاينت بتاعك فاهم ايه اللي بتعمل 3 دي وايه اللي بتعمل 2 دي، وايه يعني مثلا في مره كلاينت كان بيطلب مننا ان احنا
احط له في الموديل اسلاك كوندويت ماشي، انما احط لك الاسلاك ازاي از 3 دي، انا بتكلم على 3 دي. فلازم الكلاينت بتاعك واعي وفاهم، وانت ده دورك ان انت تبتدي تفهمه الليفل اوف ديتيل ايه بيتحط وايه ما بيتحطش. احنا في الاخر هنعمل شويه هناخد بريك دقيقه، وبعدين نقوم عاملين كويستشن انسرز ونجاوب على ايه الاسئله بتاعت الناس اللي بتحضر معانا. طيب فانت لازم تكون حد عندك ال او دي بتاعك عامل ازاي. وبرده في نقطه مهمه جدا، في كلاينتس كتير قوي ما بقاش فاهم ان انا كل ما اعلى بال او دي كل ما التكلفه هتزيد، تكلفه ال سواء تكلفه التيم بتاعي لو هو ان هاوس او لو بيم كونسلتنت او بيم سيرفيس بروفايدر التكلفه هتزيد لان انا بحرق وقت زياده. فلازم دي برده من النقط المطلوبه ان هي تكون فاهمه الناس فاهمها عامله ازاي. زي ما قلنا قبل كده برضو ان انا بالنسبه لي ان الموديل يبقى بارامتريك، كل ما هو بارامتريك زياده كل ما التكست فيه قليل والليبلز تبقى مع نوتيشن على النوتيشن، كل ما الليبل يبقى انا بالنسبه لي ده بارامتريك موديل على قد ما اقدر، كل ما هو يوفر معايا وقت، كل ما اكون حاطط كل حاجه في الكاتيجوري بتاعتها عشان تتحصر صح وعشان تبيهيف تعمل acting او to behave صح مع الهوست اوبجكتس بتاعتها، ده بالنسبه لي هيبقى لطيف، بالنسبه لي هيبقى اوبتيمم. في مدارس كتير قوي بتشتغل، انا فاكر كويس قوي سنه 2010 11 كنا مختلفين جدا في المدرسه بتاعت الوول، الحيطه عندي بالنسبه لي تبقى حيطه واحده كور بس ولا تبقى كور وولز ثانيه ملزوقه عليها عشان تبقى عندي اكتر من وولف اقدر احصلها كويس اقدر. لا الموضوع ده اتطور، انا بالنسبه لي كنت صاحب مدرسه ان الوول وول واحده، يعني سواء هي عليها اعمل وول تايبس كتير، انا بالنسبه لي اعمل وول تايبس كتير مفيش مشكله. لا ما انا بعد اكتر من مشروع هيبقى عندي لايبرري محترمه، بس انا بالنسبه لي اللي كنت مختلف مع الناس اصحاب المدرسه دي في ايه، في حته ان انا الوول بالنسبه لي عشان افتح الباب هيبيهيف مع وول واحده فيهم، هيفتح في وول واحده فيهم. طب عشان احلها لازم ان انا اجوين وافتح وكت واعمل اوبننج ثانيه واعمل هبذل المجهود مش بتاع ان انا عملته دلوقتي، المجهود بالنسبه لي بيبقى لو جالي تعديل، طب لو الباب ده اتحرك من مكانه، طب 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 كل ده بص الاقي نفسي بتورط في اهدار وقت اكتر اثناء التشغيل بقى اثناء المشروع وهو شغال. طبعا دلوقتي ظهر حاجات داينامو، ظهر حاجات حلول تانية والناس فكرت في حلول تانية رائعه، بس انا بقول لكم على مثال يقدر يتطبق على حتى الوضع الحالي في كيسز تانية، ان انت على طول الحل بتاعك لازم يكون سستينبل باصص لاخر المشروع. كل فاميلي في الكاتيجوري بتاعتها، في بعض الفاميليز بتبقى مش شرط تكون في الكاتيجوري بتاعتها، في الحاله دي بحلها ان انا اسميها بطريقه تانية عشان لما اجي احصرها بعد كده لازم اكون ان انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي، او ممكن او يكون عندي بي كيو هطلعه بسوفت وير تاني، لازم اكون فاهم وشايف رؤيه شامله عن الايه المشروع. نقطه برضو من النقط الخطيره، كويس قوي ان احنا وصلنا للسلايد دي، موضوع اللينكينج في الريفيو. ما اعرفش الناس اللي بتسمعني بتشتغل من مدرسه الموديل كله على فايل واحد ولا بيعمل بريك داون للموديل وبيعمل له لينكينج ويبتدي يشتغل فيه عشان يخلي الموديل هيلثي ويخلي يوفر في الوقت. اي نعم بتبقى لو ما لهاش استراتيجي واضحه من اول يوم، ودي بتبقى دور البيم مانجر او دور البيم كونسلتنت لو احنا بنشتغل على اكتر من ستاك هولدر مع بعض. فالسلايد دي انا ببين فيها اللينكينج، الفرق ما بين اللينكينج as overlay او attachment، لان
انا ما اعتقدش ان انا في المودلز اللي انا كنت مسؤول عنها ان انا لا عملت المودل كله على مودل واحد، ولا حتى عملت اللينكينج بطريقه واحده. وبعدين في نقطه مهمه جدا، ان الداتا ستراكشر بتاعه المشروع بتاعه المودل وارد جدا ان هي تختلف من ديسيبلين لديسيبلين. يعني المودل ستراكشر في الغالب لما بيحب يقطع او يقسم الموديل بتاعه، في الغالب بيقسمه على الاكسبانشن جوينتس. المعماري لا، مش شرط. الام اي بي في سيستمز بيقسمها بالدور، يعني كل دور مختلف عن الثاني. طبعا اللي اقصده من كلامي ان الداتا ستراكشر او الموديل داتا ستراكشر ممكن يبقى له اكتر من شكل، ولازم يكون مرن انف، مرن بما فيه الكفايه ان انا ممكن وانا شغال لقصور في الرؤية، ان انا متخيل ان المبنى هيوصل يبقى بالحجم ده او الموديل هيوصل للحجم ده، وارد جدا لازم يكون عندي المرونة ان انا اقدر اهد القصة وابنيها تاني في نو تايم عشان احقق حتة الايه، ان الموديل يبقى هيلثي ويبقى خفيف. فطبعا الاعتماد على اللينكينج ده بيبقى رائع، وانا بحب اللينكينج اكتر من الجروبينج. يعني حاجه لو بالنسبه لي اتكررت اكتر من 3 مرات بعملها لينك اسهل، والتحكم فيها هيبقى اسهل، ولما يكون عندي تيم شغال هيبقى الموضوع مرن اكتر. هنا في برضو نقطه مهمه، البيم اريز بتاعتي اللي بكون شغال، مين الناس اللي هم اللي بشتغل معاهم او اللي احنا بنقدم لهم سيرفيس از بيم رود او از بيم كونسلتنت. سواء كونسلتنت او اف ام فاسيلتي مانجر او الريكويرمنتس بتاعت كل واحد فيهم ايه، والدور بتاعنا اللي احنا بنعمله ايه، لازم نكون عارفينه من اول يوم، ولازم البلان كله بيتعمل على الـ انا رايح فين في الاخر. دي نقطه مهمه جدا ولازم تتحط في الاعتبار، لان لما بيتغير التاسك والتارجت في نص المشروع بيبقى مزعج جدا، بيبقى مزعج جدا للفلو بتاع الانفورميشن بتاع المشروع. خلينا افرجكم على شويه مشاريع احنا عملناها او شاركنا فيها، والكي وورد بتاعت كل مشروع عامله ازاي، او السر الخلطه بتاعت كل مشروع كانت عامله ازاي. ده كان ام اي بي، ده الام اي بي بس لمبنى مبنى سكني هنا في الامارات في الشرقة، واحنا كانت التاسك بتاعتنا ان احنا نعمل ام اي بي و كلاس فري موديل ونحل المشاكل، لان احنا بنبقى مور انفولفد في التكنيكاليتي بتاعت المشروع، مش بنعمل موديل وبس، ونطلع منه الشوب دروينج بتاعه عامل ازاي. طبعا ده الانفورميشن ستراكشر بتاعت الموديل ده كان خليط ما بين ابارتمنت تايب على بتقسم في بعض السيستمز كانت متقسمه بالدور، وفي بعض السيستم كانت متقسمه بنص المبنى والمبنى، وفي الاخر ده بجمع ده في فيدريتد موديل، وبتبتدي تعمل عليه الشغل بتاعك، وبتبتدي تعمل عليه ال وات ايفر كلاش مانجمنت او التاسك بتاعك اللي انت عايز تروح لها في الاخر. انا هنا حبيت بس ابين الام اي بي بس كان عامل ازاي، احنا لان ده كان دي التاسك بتاعتنا. ده كان مع كونسلتنت، ده كان ديزاين ديفلوبمنت. احنا خدنا، لان احنا بنقوم بالدور ده كمان، خدنا المشروع كونسبت وسكيماتيكلي ام اي بي و ستراكشر، لان احنا مش مبناش اوثرايزد ان احنا ما عندناش لايبيليتي على الاستراكشر بالذات، احنا مش مين كونسلتنت، فما عندناش اللايبيليتي دي،
بس احنا بناخدها من الكونسلتنت، لما بيكون في حاجه محتاجه تعديل بنعدلها وناخد ابروفال منه، وطلعناه تندر باكج، وعملنا فيه في ار، وعملنا فيه في اي وقت كنا بنعمل في ار المشروع هو شغال، وعملنا فيه طبعا في الحاله دي احنا ما بنطلعش كلاش ديتكشن ريبورت، لان احنا بنحل كلاشز على طول، يعني هو ده طالع زيرو كلاش واحنا شغالين بنحل الكلاشز على طول، اللهم الا حاجه تكون محتاجه ريديزاين او ابروفال او انفولفمنت من الكونسلتنت بنبتدي نتناقش معاه فيها. وعملنا وطلعنا تندر باكج، والمشروع ده نازل اسمنا عليه في الـ في الـ في هو نزل سايت دلوقتي، نازل اسمنا على السايت بورد از بيم سب كونسلتنت للمشروع. ده جزء كده لقطه من الام بي بتاع مستشفى، ده برضو نزل اسمنا عليه. الام بي بتاع المستشفى كان في ابو ظبي، وكان يعني احنا عملنا شوب دروينج ام بي واركتكتشرال وستراكشر وبناء واسبلت، والمفروض ان احنا نعمل له موديل ريدي فور اوبريشن، بس لسه احنا دلوقتي في مرحله الاسبلت. فده شكل يعني ده لقطه كده من التعقيدات الام بي كانت عامله ازاي. في طبعا الكلام ده كله الكونفنشن بتاعه مظبوط، الستاندردز بتاعته مظبوطه، يعني كل ما هو له علاقه بيم از بيم ستاندرد اوريدي متغطيه، وبالتالي بيخلينا نقدر نعمل كوانتيتيك اوف، نعمل اي حاجه عايزين نعملها المشروع اكنه اتبنى بالظبط، وفي ار ووك ثرو وات ايفر. ده كان قصر برضو موجود هنا، ده اتعمل فيه انتيريور وفي ار وفول باكج ام اي بي وستراكشر اركيتكتشر. طبعا التيم اللي بيشتغل في القصه دي بيبقى ماينر، لان احنا بنشتغل سمارتلي نوت هيفلي نوت هيفي، يعني حلولنا مش بالعدد، حلولنا بال 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 بالفكر بالميثودولوجي نفسها تبقى ماشيه ازاي، بالانتر اوبرابيلتي بين التيم كله، بالتيم كله متجانس مع بعضه ازاي. ده تاور تاورين، هو كان تاورين 41 دور و 39 دور، فول تندر باكج، كان مع كونسلتنت. ده برضو كان طالع فول ديتيلد في وقت تقريبا كان 3 شهور، من تيم من 4 افراد والام اي بي 4 افراد معماري انشائي، والام اي بي كان شركه ثانيه، وكنا بننسق معاهم وكنا بنظبط الستاندردز والداتا اكسشينج والدنيا ماشيه ازاي. شكل اللوحه اللي كان طالع عامل ازاي، يعني اللي يقول لك ان البيم بيطلع لوحه مختلفه او يحتاج يعمل شغل اوتوكاد عليه اختلف معاه تماما. ده كان وول سيكشنز ديتيلينج ايفريثينج، كان طالع من الموديل دايركت، كان طالع الموديل كان طالع من الموديل بتاع المشروع ده، كان حوالي متكون من حوالي 36 38 مود سب موديل، وكان طالع منه حوالي 900 لوحه تندر او ريدي او اللي هم بيسموه مورك درونج ال او دي 350. ده برضو مثال تاني انا عايز اوري لكم، ده كان كومبكس كده سكني على اداري على محلات، ده كان في ده مثال للموديل كان بيتركب ازاي او بيتكون ازاي، يؤيد الحته اللي كنت بتكلم فيها بتاعت الداتا ستراكشر مهمه جدا في الموديل. انا كده خلصت وانا جاهز لاسئلتكم لو عايزين تسالوا في اي حاجه. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس، الف شكر. لو في اي حد عنده اسئله بس يعمل راس هاند.
لو في اي حد عنده اسئله، في حد بيسال هو ايه الفرق بين ان انا اديله الملفات كاد او PDF؟ اديها لمين؟ هو اعتقد السؤال كان اثناء المحاضره. هو خلينا نجاوب على السؤال بشكل عام. هو انا النهارده ان انا لو هسلم للكلاينت بتاعي سواء كونسلتنت او كونتراكتور، ده بيبقى باين في الاول انا هسلم له، في الاخر هسلم له ايه؟ انا في الاخر اديله الموديل لان هو الاونر بتاع الموديل. فاللي انا كنت بحب عايز اتكلم فيه ان انا مش وانا شغال في النص الكونتراكتور يجي يقول لي مثلا اديني كاد، لازم اكون فاهم او مفهمه ان الكاد اللي انت هتاخده ده هتاخده وان واي، يعني تاخده مني اي تعديل هتعدلها عليه. عايز تقيس ممكن ادي لك دي دبليو اف، لو عايز ممكن ادي لك نيفيس وركس. انما ان انا اخد ان انا يعني احذره من الحته بتاعت ان انا ادي اي حد في التيم بتاع المشروع كاد وهو يكمل عليه شغل، هو كده فصلك او غلطك او فصلك عن الاستمراريه بتاعت الايه الموديل ديفلوبمنت بتاع المشروع. ده كان ده الاجابه. تمام يا باشمهندس. حد بيسأل هل في اشتراطات معينة البلدية في دبي لتسليم البيم موديل؟ ده سؤال مهم جدا. احنا في سنة 2000 وانا علاقتي ببلدية دبي علاقة يعني بتبتدي من سنة 2011 2000 و... و... لا 2006 ابتديت معاهم في الاي ترانسميت، ما كانش لسه في بيم، ما كانش في اي حاجه. وبعد كده بدانا نتكلم في موضوع البيم وعرف كل فريق البيم اللي موجود هناك. هو لغايه دلوقتي بلديه دبي قالت بيم وما عملتش حاجه، يعني هو اللهم الا من سنتين بداوا يعملوا حاجه اسمها دبي بيم او حاجه زي كده، ان هم يبتدوا يرفعوا الموديل يترفع على الكلاود بتاع البلديه وابتدوا هم يعملوا عليه فاليديشن اوتوماتيكلي، بس الموضوع لسه ما خدش. يمكن كورونا اخرت شويه لان هم قبلها كانوا بي بتعاون يعني بالتعاون معانا ان احنا نعمل الاويرنس للبلديه نفسها، بس الكورونا وقفت الموضوع وما حصلش حاجه. الاجابه على السؤال بالتحديد حته البلديه بتاخد بتسلم البلدية ايه؟ ما زالت بتسلم البلدية، بتعمل ابلود، بلدية دبي بالتحديد بتعمل ابلود دي دبليو اف وبتسلم بي دي اف وكاد على بعض، بس ما لهمش اي علاقة بالموديل. هو ساعات بيشترط منك موديل، بس اي حد بيمضي على اندر تيكن ليتر ان هو يسلم الموديل بعد ما المشروع يخلص بيقبلوا الحل ده. سؤال عن البرامج ما بين الريفت والاركيكاد من حيث سلاسة العمل والتكلفة. واتيفر كان الموديل معمول بإيه، طالما أنت ما راعيتش فيه اللي احنا بنتكلم فيه ده، هات على جنب الحتة بتاعت أيمن اللي بيسأل السؤال ده، هات على جنب الحتة بتاعت إن الريفت له كاركترستيك معين والاركيكاد له كاركترستيك معين. الاركيكاد له جمهوره وله ناسه وبدأ إن هو يدخل ديسيبلينز معاه دلوقتي. القصه دي بتتحدد في بيحددها الكلاينت في الاي اي ار الاول، والاكسكيوشن بلان بتوضح القصه دي. ما يفرقش خالص السوفت وير اللي هيشتغل ايه طالما انا بعمل داتا اكسشينج مظبوط وطالما في انتر اوبرابيلتي بين التيم مظبوطه، ما فيش اي مشكله. كل برنامج فيه حسناته وعيوبه. ايه موضوع العمل من كلاود مدى انتشاره قليل نسبة؟ والله موضوع الكلاود مع البيم، البيم 360 النهارده بدا ينتشر في مشاريع كبيره، والبيم 360 بيشغل اكتر من طريقه. من البيم 360 ما بيشترطش انت عندك السوفت وير اللي بتشتغل بيه كطرف من الاطراف يكون عامل ازاي. انت طبعا بتعمل ابلود وبتعمل كلاش ديتكشن على الكلاود حسب اللايسنس بتاعتك عامله ازاي، وهو رخيص كمان مش غالي، بس انا اعتقد ان هو مشاريع كبيره بتستخدمه. والمشاريع اللي هي احنا بنستخدم 360، احنا عندنا 360 بتاعنا ساعات بنديه للمشاريع انكلودنج جوه المشروع، السيتس تتوزع على المشروع او وات ايفر. ف دي طريقه للشغل عن بعد، بس الشغل عن بعد شغل عن بعد يعني
وبطريقه دوكيمنت مانجمنت وطريقه كلاود. اتس كلاود يعني البريم 360 اتس كلاود يعني. اعتقد ان المحاضره حسب ما عمر قال لي هتبقى موجوده على الفيسبوك، لو حد دخل متاخر يقدر يسمعها من الاول. ليه اعمل كده؟ ارجع اعمل ريفت. طيب اشتغل الموديل على طول في ريفت وريح دماغك. صح كلامك مظبوط ايمان، كلامها مظبوط ان انت تشتغل على الموديل على طول. انا بتكلم في حاله لما يكون مش كل الديسيبلينز بتشتغل ريفت، فدي دي ساعات بيواجه مشكله في الحته دي. فاكيد الناس نص اللي قاعدين بيتكلموا انجليزي وفي حد تاني بيفهم فرنساوي بس، فلازم يكون ليها حل في القصه في الحته دي. The most render software plugin. والله انا بشتغل انسكيب وبشتغل ساعات ريفت لايف، في ناس بتشتغل لوميون، مدارس مختلفه وحسب ما فيش عموم. هو الافضل يعني لو احنا جينا قلنا ايه افضل طريقه، ايه افضل برنامج، ده مش يعني مش سؤال يجاوب عليه، بس هو السؤال يجاوب عليه ايه افضل طريقه اشتغل بيها، او ايه افضل كومباينيشن ابتدي اشتغل بيه في القصه دي. انا تقريبا بحاول اجاوب على كل الاسئله. انا ما اشتغلتش اركيكاد كتير، اتفرجت عليه بس. والاركيكاد برنامج على فكره ممتاز ممتاز، بس هي زي ما قلنا دلوقتي ان القصه في قصه ازاي بكون التيم بتاعي كسوفت ويرز، ازاي بكون التيم بتاعي ومشاريع. يعني في كتير قوي مشاريع بيبقى فيها ستيل ولازم نشتغل فيها، يعني الستيل ديزاينر او الستيل كونسلتنت هيشتغل تكلا، هنعمل بقى التوليفه دي ازاي وهنعملها ازاي. هنا القصه. انا كده متهيألي اجاوبت على الاسئله اللي انا شايفها دلوقتي. يا ريت نتقابل في دبي تحت امرك، اول ما تيجي دبي كلمني. عموما برضو الويب سايت اللي موجود قدامنا ده الويب سايت بتاع بيمرود، وهتلاقوا التليفون بتاعي عليه يعني كمان. يعني لو بعد اذنك عندي سؤال، مش هنسحب. اتفضل. شكرا باشمهندس عمر، الله يزيد فضلك. باشمهندس وليد الله يعطيك العافية، وشكرا جزيلا على المحاضرة الكويسة. يعني أنت أعطيتنا أفكار كتير طيبة من شغلك، يعني من أسرار عملك الله يجزيك الخير أنا بسميها. بس سؤالي هلأ ما هو عن الناحية التقنية بقد ما هو عن أسلوبك في الماركتينج. يعني هذا هلأ بزنس جديد، خلينا نقول مو مقبول من كتير من ستيك هولدرز بالبروجكت. يعني شلون الطريقة اللي أنت عم تقدر تقنعهم فيها؟ هل هي لأني أمور مطلوبة فهني محتاجوا عملك، ولا انت عم تروح برو اكتف وبتفرجي الادد فاليو يلي هو راح يحصل عليها من تطبيقه للبيم؟ شلون الاستراتيجيه بتوجهك؟ يعني هلا انت اعطيتنا مثال حضرتك عن مسانده، ومسانده فيها يعني بروجرام مانجرز شركات كتير كبيره وانترناشونال. فانا بشوف انه كتير كويس انه ما شاء الله قدرتوا انتم تدخلوا وتعملوا مشاريع مع 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 منافسه بسميها مع هيك كبار. فشلون الطريقة إذا ما كان عندك مانع هيك تعطينا شوية أفكار؟ يا رب يخليك، يا رب يخليك. والله هي ال بص، هو لو جاي لك كلاينت، الكلاينت ده مجبور إن هو يشتغل بم، إلى حد ما بيبقى دورك سعيد لطيف تمام. لو كانت الأثورتي فرضة، يعني هو التركة في مساندة أو النقطة اللي مع بيننا وبين مساندة، ان مساندة اشترطت يكون في بيم كونسلتنت. يعني انت النهارده كونسلتنت بيلدينج كونسلتنت جاي وبتقول انا عندي بيم يونت، اهلا وسهلا. الكونتراكتور عنده بيم يونت، اهلا وسهلا. لا يا جماعه احنا عايزين بيم كونسلتنت، وعملنا اختبار وامتحنونا وعصرونا عصر يعني، واحنا شغالين يعني. لما شافوا المنتج في الاخر كانوا الصراحه مبسوطين جدا يعني. وصلنا احنا كنا شغالين مع كونسلتنت بنعمل ديزاين ديفلوبمنت، فاثبتنا حته ان البيم كونسلتنت بيشير في التكنيكاليتي بتاعت المشروع. البيم كونسلتنت ده هو عباره عن كونسلتنت عادي جدا، بس عنده رؤيه شامله، رؤيه من خبرات كتيره قوي، مش خبرات مشاريع، خبرات علوم. وفي نفس الوقت قدر يطلع حاجه ابهرت الناس. الحته بتاعت انك ازاي تبين تعمل تسويق للقصه بتاعتك،
بتبقى صعبه في الاول، بس احنا في وقت دلوقتي الى حد ما الطف كتير من 10 سنين فاتوا. بتضطر ان انت تنزل باسعارك، وتضطر ان انت تعمل سامبلز، وتضطر ان انت تبتدي تعمل اسم في السوق عشان الناس تقول اه ده ينفع، وتثبت حته ال 40% دي. لو ما قدرتش تثبت ال 40% دي، ودي اغلبها توعيه يعني، ك نو هاو وسوفت وير نو هاو، كلنا عندنا السوفت وير نو هاو، انما اغلبها توعيه ومثال محلول. تيجي تقول له انا عندي مثال محلول اهو، انا عملت ده، فتقدر تقيس عليا، فبيبتدي ان هو يجربك يعني، واخد بالك؟ نعم. اود ان انا اكون اجاوبت على السؤال يعني. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. يا رب يخليك، يا رب يخليك. هو الريفت مش برنامج تصميم، ده سؤال. الريفت برنامج موديلنج اند انفورميشن مانجمنت. لو انا هطوعه في حته التصميم في الاول، اهلا وسهلا، يبقى انا شاطر، بعرف ان انا اعمل بارامتريك، ومع الداينامو كمان دلوقتي بقدر اعمل بارامتريك موديل واخد عليه قرارات واطلع منه امشي فيه بعد كده البروس الطبيعي بتاع المشروع على خير وبركه، خير وبركه. انما هو مش سكتش اب مثلا، وممكن استخدم سكتش اب في الاول، او استخدم فورمت بتاع اوتو ديسك. ما هو ده انا في الاول الكونسبت بالنسبه لي بغير رايي فيه كتير قوي، فاستخدم اي برنامج يحقق لي الكونسبت، وابتدي اطور بعد كده برنامج تاني شغال. بس القصه ما بتبقاش، ما بعملش داتا لوست في حته النص. تصميم ريفت وروبوت، حلو الروبوت، هو عشان الكالكوليشن، بس مش كل حاجه بتعتمده. وفي عندك ال في برامج حسابيه او الكالكوليشنز الاستراكشر كالكوليشن، بس لازم يكون عندك نسخ اصليه سواء ريفت او البرامج دي. انا الداينامو بالنسبه لي، انا بروجرامر قديم، فالداينامو بالنسبه لي بقدر احط الكونسبت بتاع البرنامج او الحاجه اللي احنا عايزينها عامله ازاي، وبوضح دي للناس شغاله في او حد من التيم عندنا بيشتغل في الداينامو، هو برسم له الرود ماب بتاعته عامله ازاي، وبعد كده اخد منه الريزلت اللي انا مستنيها وتطلع كده يعني. انما الداينامو كداينامو انا مش متبحر قوي في الداينامو كامبلمنتيشن، ان انا اشتغل داينامو، بس انا عارف هو هيطلع ايه، وعارف اطلب ازاي من التيم بتاعي. مؤهلات البيم كونسلتنت اللي احنا جاوبنا عليها، ما اعرفش انا كده اود ان انا اكون. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك من وجهه نظرك، ايه اللي بيوصل ان حد يكون شغال بالريفت او بالبيم عامه، ونوصل لمرحله البانيك انه احنا نرجع فجاه نشتغل كاد 2 دي تاني؟ الله عليك، الله عليك، سؤالك رائع. اولا في نقطه مهمه، انت الكلاينت بتاعك، انت لو شغال في شركه مثلا والكلاينت بتاعك بقى مديرك او مدير المشروع، طول ما انت صح كده، طول ما انت بتخلي الكلاينت بتاعك ساتسفايد، طول ما انت هتمشي الطريقه بتاعتك. هي المشكله صح. هي المشكله ان انت وطول ما انت بترجع للستاندردز، يعني من اشهر النقط اللي كنا بنواجهها في الفتره دي، في الفتره اللي هي في الامبلمنتيشن في الاول، ان انت البرزنتيشن بتاع اللوحه مش عاجب ال الكونسلت او الشخص المسؤول. طول ما انت بتريفير البرزنتيشن بتاعك ما البيم ملوش ستاندرد في البرزنتيشن، بس انت بترجع للناشونال كاد ستاندرد. الناشونال ستاندرد هو اللي المسؤول عن موضوع البرزنتيشن، وان انت تخلي التاجز بتاعتك والانوتيشنز بتاعتك تبقى بتفولو الناشونال كاد ستاندرد سهله مش صعبه. انت امتى الكلاينت بتاعك او المدير المشروع بتاعك يجي يقول لك لا احنا نرجع، عايزين نرجع كاد؟ لو هو لقى الحلول اللي عندك مش حلول براكتيكال، او انت استخدمت طرق تخليك عشان تحقق اللي هو عايزه. كمثال بسيط، مثلا كمثال بسيط، مش
ان انت ما عملت حاجه من الاورينتيشن مش بارامترك، وبالتالي عشان تعدلها محتاج تجري على المشروع كله تلف عليه. خلاص كده هيقول لك لا رجع، انت فقدت الرول بتاعت البيم نفسها اصلا، وانت انت رميت نفسك في المنطقه بتاعته، هو كده بيبتدي ياخد القرار اللي هو عايزه. صح. فهي وشوفنا الكلام ده كتير. يعني في مره من المرات كان مدير مشروع وكان مش حابب خالص، مع ان انا اشتغلت معاه كاد ديفلوبمنت واشتغلت معاه كاد مانجر، ولما بقيت بيم مانجر في شركه تانية يعني اشتغلنا فيها، فهو كان مزعوج منزعج جدا ان انا طلع ان الحاجه تطلع، بيقول لي ازاي هنعرف نطلع اول سكشن، هنعرف نطلع مش عارف ايه. فقلت له اديني مثال، اديني فرصه، هقول لك اعمل لك سامبل وهحط لك لوحتين جنب بعض وقول لي ايه كاد وايه الريفت. وفي الاخر طبعت له المشروع، لما لقى ان المشروع الكروس ريفرنس بتاعه عالي جدا وقدرت اطلع له منه وول سيكشنز بالانوتيشنز بتاعتها، هو افتكر ده كاد، قال لي يبقى هذا، قلت له لا ده الريفت، قال لي خلاص يبقى نشغل ريفت. فانت طالما بتساتسفاي الكلاينت بتاعك وتخليه يبقى ماشي في الحته بتاعت انه ما يجركش للكومفورت زون بتاعته، خلاص يبقى انت هتنجح. هو ده التحدي الحقيقي. صح صح، الله ينور عليك يا باشمهندس، بصراحه محاضره جميله ومعلومات قيمه، انا سعيد جدا ان انا كنت موجود في المحاضره دي. يا رب يخليك، انا اللي اسعد والله. شكرا شكرا. في حد عنده اي سؤال تاني؟ انا في يعني الويب سايت بتاعنا تقدروا تخشوا عليه، صفحه اي ثينك صفحه النيوز، هتلاقوا فيها اللينك على اليوتيوب شانل، وهتلاقوا في برضو بلوج موجود في بيبين البنفيتس بتاعت البيم عند كل ستاك هولدر، شاركوا فيهم واهلا بيكم. وحتى الويب سايت لما تخشوا عليه لو عملتوا سبسكريبشن في الويب سايت، انت كده بتسجل نفسك في البيمروت تيم، هيجي لك اي اناونسمنت احنا بنعملها بعد كده. يا باشمهندس محمد اتفضل. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ ما شاء الله يا باشمهندس المحاضره جميله جدا، ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب. يا رب يكرمك. الله يخليك. انا سؤالي بس يا باشمهندس، انا دلوقتي لو انا عايز اعمل بيم يونت في كونسلتنت، البيم يونت دي اقدر اشتغل بيها واخلي كل الديسيبلينز يبداوا يشتغلوا، بس انا عايز بيم يونت تحدد او تخلي ترسم الطريق للديسيبلينز. يعني انا عندي مثلا في انجينيرنج مهندسين شغالين، معظمهم شغال ريفت، بس كامبلمنتيشن للبروسيس في الديزاين ستيجز عامه دي محتاجه، من وجهه نظري برضه انا بقول لك اللي انا عايز اعرفه، يعني ان هي محتاجه بيم يونت يقدروا يرسموا للناس الطريق. هل ده هيمشي من خلال البيم مانجر والبيم كوردينيتور والليد مثلا ديزاين ليد في كل كونسلتنت؟ ما هو انت اللي انت بتقوله ان انا عايز بيم يونت ترسم للبيم يونت الطريق. لا انا قصدي ان انا البيم يونت دي المفروض مثلا الاول خلينا نعرف يعني ايه بيم يونت. بيم يونت دي يعني جروب من المهندسين different disciplines بيشتغلوا بموديلنج تول ويعرفوا يعني ايه اللي احنا قلناه في المحاضره دي. تمام مظبوط. اليونت دي بيكون الليدر بتاعها في الغالب بيكون البيم مانجر في الشركه دي. تمام. هو اللي بيرسم الرود ماب ده. البيم التاسك بتاعت الحته دي لو كبيره او لو الشركه كبيره والموضوع معقد جدا، فبيحتاج حاجه من اتنين، يا اما ان هو يستعين ببيم كونسلتنت، لان هو البيم كونسلتنت في الحاله دي بيبقى هو البيم يونت بتاعته. تمام مظبوط. تمام. او ان هو يبتدي ان هو يستعين برضو بحد عنده بيم كونسلتنسي، يعني يجي يرسم له البيم يونت دي، يجي يرسم له الرود ماب دي، سوري يجي يرسم له الرود ماب دي. ودي تاسكس بتجي لنا ان احنا شركه نعمل لها الرود ماب بس، انتوا هتشتغلوا ازاي. تمام فاهمني. طيب اتفضل.
اود ان انا كنت اسال انت هو حضرتك طبعا الكلام اللي حضرتك قلته طبعا صح 100%، يعني حتى ده اللي انا كنت بحاول يعني ده تقريبا اللي انا فاهمه يعني، او ان انا يعني بستنتجه. بس انا مثلا اتحطيت في مشكله قبل كده في مشروع، الفكره في ايه؟ عشان موضوع اليونت ده البيم يونت اللي انا بقول لحضرتك عليها، كان المشروع فيه تحديات كتير قوي، وكان فيه مشاكل كتير قوي في الموديل، مبنى كبير جدا، وكان فيه لينكينج برضو زي ما حضرتك، كان فيه بريك داون للمودلز، وكان فيه مشاكل كتير جدا. المشاكل دي احنا ما كناش عارفين مين المفروض يبقى مسؤول عنها، او مين اللي يرسم الرود للناس تعمل ايه، تشتغل في ايه. البيم مانجر المفروض يعني برضو على حسب يعني فهمي، ان البيم مانجر مسؤول مثلا ان هو بيرسم الامبلمنتيشن، البروسيدور، البيم اكسكيوشن بلان وهكذا. بس كتفصيلي تكنيكالي في الريفت الموضوع بقى سايح، احنا انا ما بقتش عارف مثلا هل الديزاين ليد هو اللي الانجينيرنج، الشباب المهندسين في الاقسام هم اللي هيليدوا الموضوع ده، ولا هل المفروض ان البيم مانجر هو اللي يبقى مسؤول عن الكلام ده؟ الحته دي بتبقى تايهه. انا بس انا عايز اعرف اقول لك في الاخر الحته دي بتبقى تايهه ليه. مشكله البيم امبلمنتيشن في اي شركه ان هو بيجي بيعيد ترتيب الاوراق في الشركه كلها. مظبوط. اللي فوق بيبقى تحت واللي تحت بيبقى فوق، والناس بتبتدي تقول دول هم بيطبقوا الكلام ده عشان هيمشوا نص الموظفين، وتبص تلاقي حد كبير قوي في السن يقول لك الشباب الصغير هيتعلموا حاجه انا دوري ضعيف. هي الموضوع ايه يعني؟ ايه منتالي اكتر او سوشيالي اكتر. تمام. عشان احنا في النتيجه ان انا عانيت من الحته دي كتير قوي. تمام. ف وصل بقى الحال ان انا اتكع حته البيم كونسلتنت. فانت في المشروع اللي معاك ده يعني لو انت فجيت في وقت من الاوقات استعنت ببيم كونسلتنت هو اللي بيشيل الهيدك ده كله، وبما ان هو غريب عن المكان فما حدش بيعمل معاه التحديات اللي انت مريت بيها. تمام. فاهمني؟ مفهوم طبعا. اه طبعا. هو كان الموضوع اصلا يعني هي الفكره برضو ان المشاكل اللي حصلت دي ما كانتش يعني ما كانش معمول حسابها من البدايه. يعني هو مثلا انا شغال في لوكال كونسلتنت هنا في الميدل ايست يعني، وكان معانا الديزاينر من بره، وبعدين المفروض ان الديزاينر هيدينا الموديل في مرحله معينه وهيقف واحنا هنكمل بقى الشغل بتاعنا. طيب. في مرحله بقى من المراحل اكتشفوا ان لا، الديزاينر المفروض يكمل معانا للاخر، وبيعمل ديفلوبمنت للفساد مثلا وللسيلينج وللفرنتشر وهكذا، لكام تاسك كده في الانتيريور مثلا، والمفروض ان هو يعملها، واحنا اصلا اوريدي بدانا دوكيومنتيشن يعني بدانا اشتغلنا في التفاصيل بقى، بنطلع مخططات. طيب دي غلطه مانجمنت، دي غلطه بروجكت مانجمنت. بالظبط. المفروض ما ده اللي انا بتكلم فيه. اللي انت بتقوله كموديلنج يتم. ما انا ممكن يعني ممكن اشتغل في مشروع انا ماسك الكور وفي حد تاني شغال ماسك الفساد، شغال جدا مفيش اي مشكله، بنتفق على حاجات في الاول، بنتفق على بالظبط. هي مشكله مانجمنت، هو لو كانوا متفقين على الكلام ده من البدايه كان الموضوع هيبقى سهل جدا. بس دلوقتي بقت المشكله بقت في ايه؟ ان الشباب شغالين دوكيومنتيشن، والمفروض ان انت بيجي لك الموديل ابديتد، فكان أيوة. لازم طب هتعمل ريبليس للموديل اللي انت اشتغلت فيه وهكذا، هتفضل كل اسبوعين بتلاقي نفسك بتعمل نفس المشكله. هو طبعا انا حلتها يعني، او احنا حليناها يعني، ان احنا عملنا لينكينج يعني شلنا الفساد والسيلينج والفرنتشر من الموديل الاساسي، وبقينا نعمل له ريلود كل اسبوع الابديتنج اللي بيجي من الحل ده حل انت بعد كده لما يجيلك مشروع زي كده معاك الويب سايت بتاعي ابعت لي اخش بيم كونسلتنت اخلص لكم الموضوع. ده احنا لينا الشرف يا هندسه والله. يا رب يخليك. على فكره برضو للشباب اللي حاضرين، احنا المفروض لينا تواجد في القاهره بعد العيد، ف يعني احنا لينا مقر في القاهره، بس المشكله ان هو اتضرب بموضوع الكورونا، فهو بعد العيد احنا موجودين معانا مشاريع في مصر،
والمفروض ان احنا كنا شغالين عليها هنا نبتدي ننقلها للمكتب القاهري. موفق دايما يا باشمهندس ان شاء الله. ربي يخليك ربي يخليك. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس وليد، ألف شكر لحضرتك على سعة صدرك وعلى المحاضرة الرائعة. ألف شكر يا أستاذ، جزاكم الله كل خير. يا رب يخليك يا عمر، يا رب يخليك. أنا كده تمام، كل الناس تمام. تمام طيب، مع السلامة وسلامي للجميع، وربنا يوفقكم. جزاكم الله كل خير. الله يخليك.